لقد تم التسجيل بالفعل خطوات عملاقة في التكفل بمرضى السرطان، لكن نأمل أننا نضحي أيضا بوسائل أخرى وبمجهودات أخرى وبالنفس والنفيس حتى نستطيع أن نقدم لهذا المريض الذي هو عزيز علينا كل الخدمات التي يتعين علينا تقديمها. كما أننا في هذا الإطار بالذات نركز على الجانب الوقائي ونجعله أيضا من بين البوادر الأساسية التي ستحكم البرنامج الثاني للسرطان 23-2030. اليوم نشهد انطلاقة الطبعة السادسة لصالون الإعلام حول السرطان، هو صالون إعلامي بامتياز حول أهمية الوقاية لتبقى هي السلاح الوحيد والأوحد من أجل مكافحة هذا الداء، الداء الذي يصبح يعني يؤرق الناس في العالم وكذلك الجزائريين للأسف، بحيث الجزائر تسجل أزيد من 50 ألف حالة جديدة يعني سنويا من كل السرطانات المختلفة.